بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حامد عبد الكريم التواتي، عضو هيئة تدريس بقسم علم الاجتماع جامعة سبها كلية التربية وباري. طبعا اليوم البداية الأولى لامتحانات بداية السبت 26/9/2020، وكان حضور الطلاب حضور متميز ومتقيدين بوسائل الوقاية لجائحة الكورونا، وكان العدد 40 طالبة كل الأقسام، من بينها طلبة قسم علم الاجتماع كل الأقسام، المادة عامة هي اللغة العربية ألف وباء وجيم ودال. فكانت الأجواء جيدة ومحافظين على كل الجوانب الوقائية اللي تحد من انتشار هذه الجانحة. كلية التربية أوباري قسمت المجموعات إلى ثلاث مجموعات، مجموعة في بنية أوباري وبلدية الغريفة وبلدية بنت بيه. فكانت نحن نتجمع، أنا موجودين منطقة بلدية بنت بيه، تجمع الطلاب الواقعين في منطقة كركيبة إلى غاية الأبيض، ما يقارب عن مسافة كبيرة، والجزء من قراقرة إلى غاية الحطية تقريبا منطقة الغريفة، والباقي من القيرات والحطية والديسة في أوباري في منطقة أوباري. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للطلبة الجميع ووفقهم الله ويحفظنا من هذه الجانحة إن شاء الله. سليمة عمر، شعبان عمر. من ناحية التنظيم، الحفاظ على سلامتنا وتباعد المسافات وارتداء الكمامات والحفاظ على سلامتنا يعني، ومن ناحية الامتحان كويس يعني، والأسئلة حتى هي كويسة وبمساعدة المدرسين.